هي بص يا ايمن، هي مشكلتك عارف اللي مؤرقه ناس كتير قوي في مصر، ان دايما النادي الاهلي مميز في كل حاجه، في كل لوحده. بص من غير زعل يعني، ممنوع المقارنه مع النادي الاهلي في اي حاجه. يمكن اتوبيس اللعيبه وصل دلوقتي، ده وصل الاستاد. توفيق ان شاء الله. يعني باذن الله تكون مباراه النهارده انطلاقه باذن الله للي جاي والحصول على البطوله الافريقيه زي ما قال كابتن علاء. كابتن محمد يوسف، عايز اعرف في الاوقات اللي هي زي دي دور المدير الفني للنادي الاهلي. بص في نوعين شويه. النوع الاولاني لو مدير فني وطني او مدير فني مصري، وغالبا بيبقى من ولاد النادي، فطبعا بيبقى الـ عايز اقول الـ يعني مناقشته للحته دي بتبقى وصل للعيبة بشكل قوي جدا وبتبقى سريعة. يعني انت بتلعب كل 3 ايام مباراة، كان مباراة الزمالك يوم السبت، النهاردة الاربعة، تتكلم في فرق زمني 3 ايام ما عندكش غير حد واثنين وثلاث. فالمدرب بيبقى سريع جدا في الحالة، اللي هو لو هو مصري فبيبقى عارف واصل المعاني، بيوصل معاني قوية جدا للعيبة لانه عاش دي. زي ما قطع كلامك، احنا شايفين الاجراءات الاحترازيه في الاستاد، ويمكن الكل ملتزم عندنا في النادي الاهلي، وباذن الله يكون مكسب النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل اتفضل. فدي نقطه. نيجي بقى للنقطه الثانيه، لو مدير فني اجنبي زي الحاله اللي احنا فيها، فهو طبعا بيقرا كل حاجه عن النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي ده نادي بطوله. بالاضافه الى ان في وقت التعاقد بتاعه، لما بيجي يتعاقد مع النادي الاهلي، مسؤولين النادي الاهلي سواء رئاسه النادي سواء لجنه الكوره سواء مدير الكوره، كل دول بيقعدوا معاه بيشرحوا له، بيقولوا له النادي الاهلي ده ايه وخططه ايه، ولما بيخسر مباراه بيحصل ايه، ويعني بيشرحوا له الاجواء اللي هي بتحصل في جميع المواقف اللي بيحصل فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعدي بمواقف كتيره جدا، بيكسب وبيخسر وبيتعادل وبيفوز، وجمهوره اوقات بيبقى معاه واوقات بيلاقي حاجات ضده كتيره وحاجات معوقات كتيره بتقابله في بطولات افريقيا بالتحديد. فازاي هو بيجتاز ويحاول ان هو يحول الصعوبات والعقبات دي، يحولها لحاجات تحفز اللعيبه وتزود من دوافع اللعيبه طبعا. فكتير المدربين الاجانب اللي جم مثلا كانوا بيفاجئوا لما بيروحوا افريقيا، لكن مع الاداره بتاعت النادي الاهلي، بص الجمهور مثلا في المدرجات، طبعا حاجه ما تسمعونا شويه بالجمهور ده بيقول ايه. حاجه عظيمه طبعا، حاجه عظيمه. هو بيجرؤ كابتن يتكلم على النادي الاهلي، يعني جمهوره ده فعلا حاجه عظيمه جدا. مالي الاستاد شايف منظر، وحشنا الجمهور والله، منظر اتمنى ان يعود تاني. لان فعلا اللعيبه، انت عندك يا كابتن ايمن في مجموعه لعيبه كبيره جدا دلوقتي بقى لها مثلا 7-8 سنين من اول ما مثلت النادي الاهلي ما شافتش الجمهور. عايز افكرك بحاجه يا كابتن محمد. انت لعبت في الجونه ضد اورلاندو، وخسرت وكسبت البطوله، وكسبنا البطوله. صح. حصل خسرنا من دوري المجموعات. وكان المباراه دي في رمضان. كنا احنا صايمين وفريق اورلاندو بايرتس طبعا فاطر، وبعد كده رحنا واحمد عبد الظاهر اتطرد كمان ده. احمد عبد الظاهر اتطرد في الشوط الاول. ثم بعد ذلك حولنا من مباراتين كان عندنا نقطه مع الزمالك تعادل، حولنا ل طلعنا اول حولنا لاول مجموعه، كسبنا اربع مباريات متتاليه او ثلاث مباريات بالظبط، والتعادل الاخير مع اورلاندو هناك. يعني الهزيمه دي كانت نقطه انطلاق، فاللي انا عايز اقوله ان نفس الكلام دايما النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي، لما بتحصل دروب، بيحصل وقعه صغيره، بتقوم اقوى من الاول. وده سمات البطل. هو ده سمات البطل. عشان كده دايما مدربين النادي الاهلي، لاعيبه النادي الاهلي، مسؤولين النادي الاهلي، اول ما بتحصل حاجه زي ما كابتن علاء قال لك وزي ما هاني واسامه وكله، احنا على طول لما بتحصل دروب او بيحصل حاجه بتبقى قويه قوي، وبيبدا بقى تبص تلاقي روح في التمرين، بتلاقي في المباراه اللي هي اول مباراه على طول بعديها بتلاقي حاجه غير عاديه زي الفرق الكبيره، ريال مدريد، بايرن ميونخ، برشلونه. مظبوط. النقطه كمان اللي انا عايز اكد عليها، ان مدربين الاجانب اللي جم واشتغلوا في النادي الاهلي كلهم اجمعوا ان لا، احنا احنا
احنا مذهولين من يعني هم كمان في مدرب اجنبي مره يعني دون ذكر اسمه قال هو انتوا ما عندكوش مفهوم يعني ما فيش مفهوم ان الفريق ده يتعادل في مدير فني قال كده قال مره على المكسب قال هو انتوا بس فاهمين ان لازم تكسبوا ما فيش طبعا مش في ماشي مش موجود طيب. لا يعني انا ما كنتش شغال معاه فالمهم مش عايز تقول اسمه ليه انا عارف مش عايز تقول اسمه هو جاي تاني وبعدين قال حاجه حلوه مش وحشه ها قال حاجه كويسه بيقول اسمه مارتن يول خلاص كانك مارتن يول عمل ايه مارتن يول فضل ماشي فحصل دروب مره في ماتش وايه وخسر لا ومارتن يول ده مين ده مارتن يول شغال في البريمير ليج فقال هو هنا الكوره قال هو الكوره هنا يعني احنا في انجلترا في تعادل في مكسب وفي خساره ثلاث نتائج ممكن يحصلوا يعني في الكوره يعني مع اكبر فرق فقالوا لا هنا النادي الاهلي ما يعرفش غير مكسب فقط لغير لا وممكن تعادل خفيف يعني فهو حتى انبهر ان يعني ان نادي زي النادي الاهلي دائما بيبحث عن الفوز نتيجه الفوز دي هي النتيجه المنطقيه بالنسبه له واللي هو بيبحث عنها في كل مباراه فدي الجوان بقى بتاعت النهائي بقى ان شاء الله